خلينا ناخد الزميل العزيز والناقد الرياضي وليد الحديدي من فرنسا، كان بيتابع طبعا الحفل. خلينا ناخد منه ابرز واهم ردود الافعال ورؤيته طبعا للنتائج اللي تم اعلانها والعالم كله تابعها. يا وليد وحشتني جدا جدا ومفتقدينك جدا، واهلا وسهلا بيك معانا في السادسه حتى لو من خلال التليفون. يا احمد تحياتي ليك، والله انت وحشني اكتر، ويعني بجد مفتقدك جدا ومفتقد قناه الاهلي، ودايما يعني كان لينا حلقات انا عن نفسي بتذكرها وبحطها في الارشيف كده من كتر ما بكون مستمتع بيها وسعيد وانا موجود فيها. واحنا دايما بنستمتع بيك. كلمني بقى على البالون دور، وانا الحقيقه مش بس فرحان لبنزيما السنه دي، لكن يمكن انا مش عارف كنت سامع وانا بتكلم واحنا بنقدم الحفله، انا فرحان للرساله المهمه جدا اللي حابب اكد عليها للشباب الصغير اللي طالع واللعيبه المصريه اللي عندها حلم انها تنجح وتكسر الدنيا بره الحدود. كريم بنزيما كان عنده مليون شماعه وشماعه ممكن تعطله وتكسره، وجوده في ظل كريستيانو رونالدو لسنوات طويله جدا، ابتعاده عن منتخب فرنسا ايضا لسنوات طويله جدا، ورغم كده كان عنده من الاصرار ومن الاراده ومن العزيمه انه يواصل المشوار لغايه لما وصل للحظه اللي بعتقد ان لها الافضل بالنسبه له في التاريخ والاهم، هي لحظه تتويج بجائزه البالون دور. يعني متفق معاك جدا، يعني هو الحقيقه كريم بنزيما قصه نجاح واضحه المعالم، وقصه صعود وقصه تغلب على عثرات وتغلب على عوائق وخروج من كبوات، الحقيقه تصلح نموذج لاي حد عايز ينجح في اي مجال مش بس كره القدم. كريم بنزيما بدا مسيرته الى حد ما في مرحله الشباب، كان ما كانش بهذه الشخصيه خالص، كان شخصيته مختلفه، كان نقدر نقول اكثر استهتارا اقل اقتراصا، ما كانش بيخدم موهبته بالشكل اللي تستحقها. نقدر نقول اللي على الرغم من الموهبه طبعا المتفجره والرائعه اللي ظاهره لينا بقالها سنه او اتنين وما قبل ذلك الحقيقه، لكن كريم بنزيما كان يقدر يكون في الليفل ده من زمان. زي ما انت بتقول العديد من العوائق كانت في طريقه، سواء هو صنعها هو شخصيا بسبب بعض التصرفات وبسبب التعامل غير الجيد مع الموهبه، او عوائق ثانيه ما كانش ليه يد فيها واتظلم فيها، وحتى من جماهير فريقه نفسه، جماهير ريال مدريد نفسها لو كنت سالتها من سنتين ثلاثه أربعة فاتوا مين اللاعب اللي أنت عايزه يمشي من الفرقة أو مين أكثر لاعب غير مفيد للريال، كانت معظم الإجابات هتتمحور حول كريم بنزيما. الحقيقة هو تخطى كل ده، واجه كل ده، اشتغل على نفسه في سن يقترب من ال 35، النهارده أكبر لاعب من الخمسينات بيتوج بالبطولة أو من أوائل الستينات وهو في سن يقترب من ال 35، رقم مذهل، رقم لازم كلنا نقف عنده ونفهم معناه ان لاعب في هذا السن بعد كل هذه الصعوبات يتوج ببالون دور. الحقيقه تجربه تستحق الاحترام. كريم بنزيما مش بس مجرد مهاجم بيجيب اهداف لريال مدريد، كريم بنزيما اصبح ايكون للفريق، وجوده يعني حتميه فوز الريال. طول ما كريم بنزيما موجود انت مطمن واحد من جمهور ريال مدريد ان الريال هيكسب، عدم وجود كريم بنزيما مهما كان الاسماء اللي في الملعب بتبقى قاعد ومش مطمن، وده مش شيء قليل انك تصبح راس حربه بمواصفات ايقونيه لفريق بحجم ريال مدريد طبعاً. كل هذه النجوم طبعاً. كريم بنزيما طبعا لازم نقول له شابوه، لازم نرفع له القبعه طبعا. خليني اسالك وقبل ما اكمل معاك كلامي عن الجوائز، يعني ناس كتير جدا بتسأل، محمد صلاح السنة دي مركز خامس ومتفوق على أسماء كبيرة جدا جدا جدا، مش يعني لا داعي للذكر لأنه الحقيقة أسماء يعني من العار التقيل، ورغم كده وشفنا امبارح ناس كانت في المركز العشرين والتمنتاشر ناس حاضرة الحفلة، لكن للعامل تاني على التوالي بيغيب صلاح عن حضور حفل جائزة البالون دور، عندك أسباب، عندك معلومات، عندك كواليس، نحب نعرف برضو. هو متهيألي الموضوع ده أسير امبارح أكيد طبعا هناك. طبعا اكيد اكيد هو انا لا اتذكر ان محمد صلاح، هو يعني محمد صلاح بدا المنافسه نقدر نقول من موسم 2017 2018 اللي انتقل فيه ليفربول، فبدا يتحط في ليفل المنافسه على لقب الافضل في العالم، وبالفعل في سنه 2018 كان خد الثالث ثبات. الحقيقه في خلال كل هذه السنين بتتكلم عن
بالنسبه للبالون دور، حفل بالون دور 18 و19 و21 و22، لان طبعا 20 لم يقام بسبب كورونا، عشان الكورونا 4 مواسم لم يحضر فيهم ولا مره محمد صلاح الحفل. بتتكلم في ذا بيست في 5 حفلات، 18 19 20 21 وفي انتظار ال 22، بتتكلم عن 4 حفلات محمد صلاح حضر مره واحده فقط، كانت في 2018 لما كانت في لندن، وكان ساعتها خد ثالث احسن لاعب في العالم، وخد جائزه بوشكاش كمان لافضل هدف. وبالتالي حضر للتتويج. قد يكون عنده اسباب محمد صلاح، لكن انا اللي اقدر اقوله او اللي اقدر انقله الانطباع اللي متاخد عند مثلا الصحفيين من مختلف انحاء العالم، يعني الناس كانت حابه ان محمد صلاح يكون موجود. الانطباع الى حد ما يعني مش عايز اقول سلبي، لكن غير مبرر بالنسبه لهم. عدم حضوره هذه الايفنتات هو حضور غير مبرر، عدم حضور غير مبرر. ايضا الجماهير كل الناس بتسال عنه. محمد صلاح في سن ال 30 لسه عنده مسيره كرويه 4 أو 5 سنين في التوب ليفل، لازم يكون حريص، لان انت عارف برضه التصويت ده تصويت بشري يا احمد. أيوة. يعني ده مش كمبيوتر اللي بيصوت. طب نفكر الناس بآليه التصويت في جائزه البالون دور يا دكتور وليد. طبعا هو كان الاول قبل جائزه السنه دي كان التصويت عن طريق صحفيين من كل دول العالم. أيوة. البالون دور او الفرانس فوتبول بتتواصل معاهم صوت من كل دوله، وكان ده اللي بيتم على اساسه تقييم الاصوات. لكن السنه دي الكرايتيريا اتغيرت، بقى الصحفيين اللي بيصوتوا من اول 100 دوله فقط في تصنيف الفيفا. تمام. وبالتالي هم 100 صحفي، زائد طبعا انه كمان عوامل التصويت او ما يبنى عليه التصويت اتغير من الفرنسا فوتبول نفسها، اللي اصدرت بيان اوضحت فيه ان التصويت هيكون بدايه من 2022 بناء على المستوى والاداء الفردي فقط وليس البطولات الجماعيه. وهي ساعتها بقى ما تلجا للبطولات الجماعيه لما بيكون في 2 ادائهم الفردي يعني متقارب لحد كبير ومش قادر تحسم ما بينهم، تبدا بقى تشوف مين اللي خد بطوله ومين اللي ما خدش. طبعا. فده اليه التصويت. فانا كنت يعني النقطه ان ده تصويت زي ما قلت لك تصويت بشري، صحفيين بيصوتوا، فوجودك في المكان حتى يعني كسوشيال ريليشنز كتواصل مع الناس لازم ليه دور. الناس لما بتشوفك قدامها الموضوع بيفرق كتير جدا، زائد كمان ان انت بتسيب امبريشن او انطباع عند المنظمين ان انت هو محمد صلاح مؤكد مش ده اللي عنده، يعني مش ده السبب. لكن صحيح. الانطباع اللي بيوصلهم ان انت ما بتحترمش جائزتي او ما بتحترمش مؤسستي. مظبوط مظبوط. رساله. فانا اتمنى ان محمد صلاح طبعا يراجع نفسه، وعنده صلاح يعني عنده من الذكاء الاجتماعي اللي يقدر يتعامل فيها ويعني يبص للنقطه دي. اتمنى بوجهه نظر مختلفه، لكن الاستيدج امبارح كان عالمي. يعني امبارح احنا بنتكلم على فريق احلام، بنتكلم على ديدييه دروجبا في اليمين، اندريه شيفتشانكو في الشمال، رونالدو نازاريو في القلب، ومن وراهم فيجو وزيدان. يعني ده كوكتيل. وبعدين ملكي الريال واخد افضل لاعب وافضل حارس مرمى، وطبعا زيدان وفيجو ورونالدو الثلاثه لعبوا في الريال. فامبارح جمهور الريال كان يعني في قمه فرحته. هو احنا بنبارك لريال مدريد ان هم وصلوا للاعب ال 12 اللي يكسب البالون دور عشان يعادلوا رقم برشلونه اللي كان عنده 12 لاعب قبلهم، فيعني ببارك لريال مدريد وصلهم للرقم ده. بس يعني لو بتتكلم جد، فطبعا ريال مدريد مؤسسه كرويه جديره مش بس بالاحترام، جديره بالدراسه. انت لازم تدرس الناس دي بتفكر وبتتعامل مع كره القدم ازاي. الراجل رئيس تحرير فرانس فوتبول بيقول لك فلورنتينو بيريز ومؤسسة ريال مدريد بتجيد دعم لاعبيها وبتجيد التسويق للاعبيها. صحيح. وليد، انا بشكرك شكرا جزيلا.